هذا النوع أيضا نوع من أنواع ثلاثية الفصوص كما تلاحظون. هنا يوجد عمود فقري، عدد الفقرات تقريبا تتجاوز أكثر من 10 فقرات. مثل ما تلاحظون كانت تعيش في البحر، في بعض العلماء قالت إنها حشرة. طبعا هنا الراس مثل ما تلاحظون، ولها عيون مركبة تصل عدد العدسات فيها إلى 3 أنواع، نوع من أنواع 70 عدسة، والنوع الآخر يصل عمره عدد عدساته إلى 15,000 عدسة بالعين الواحدة، وأيضا نوع آخر يصل عدد العدسات إلى 17,000 عدسة. طبعا عمر هذه العينة تقريبا 490 مليون سنة من عصر الديفوني، وفي بعض العلماء قالوا أنها تعيش كانت تعيش قبل 540 مليون سنة. طبعا حجمها يكبر، إن شاء الله في الدروس القادمة راح نوريكم عينات أكثر من هذا النوع من المخلوقات، لأنها فصائل كثيرة جدا مثل ما تلاحظون بحجم تقريبا 21 ملي. إن شاء الله نشوفكم في درس لاحق. كان معكم الباحث خالد بن سعيد الحنين.